الكتاب المقدس يقول لي ربي يسمع الصلاة. ربي يسمعنا حتى كي نصلي في قلوبنا. زعم هذا ممكن؟ ربي هو اللي خلق كل شيء، يعرف كيفاش المخ يخدم، هو اللي خلقه. ما لي نجم يعرف فاش نخمه ويسمع كي نصليه في قلوبنا. يهوي يحبك ويهتم بيك مهما كانت البقعة اللي تعيش فيها، هو يفهمك مهما كانت اللغة اللي تتكلم بيها. أما زعما يقبل الصلوات الكل؟ تصور مدير يشوف موظف يسرق، يا أخي يمشي يقوله علاش تسرق. من الأول الموظف ينكر، وبعداش يحاول باش يبرر موقفه. المدير يسمع الكذب والتبررات هذه أما ما يقبلهاش. كيف كيف ربي ما يقبلش الصلوات الكل؟ مثلا كي واحد يصلي ويطلب حاجات كان لروحه، ولا راجل يضرب مرته وبعداش يطلب من ربي باش يباركه، ولا جيش في الحرب يطلبوا ربي باش يغلبوا الأعداء متاعهم، والأعداء متاعهم يطلبوا من ربي نفس الشيء. زعما ربي يقبل صلوات كيما هذه؟ واضح لي ربي ما يقبلش الصلاة اللي ما تتماشاش مع أفكاره. من جهة أخرى ربي يفرح كيف تصلي له حتى كان عملت غلط، على شرط تصلي له من كل قلبك وتطلب منه باش يعطيك الحكمة ويسامحك. ينعم ربي يسمع صلوات اللي يعملوا كل جهدهم باش يفرحوه. برشا يمنوا اللي مهما كان الدين اللي تتبع فيه ربي راضي عليك. بالنسبة ليهم الأديان هي كيما ثنايا توصل لنفس البقعة، يعني الكل هتوصل لربي. زعم هذا صحيح؟ ربي يرضى على الديان الكل؟ الكتاب المقدس يشبه الديان بزوز ثنايا، الأولى واسعة وبرشا يمشيوا فيها، والثانية ذويقة وقلال اللي يلقاوها. الثنية ذويقة تمثل الدين الصحيح اللي يرضى عليها ربي واللي يوصل للحياة الأبدية وفيه برشة بركات من عند ربي. أما كيفاش نعرفه اللي احنا في الطريق الصحيح؟ تصور روحك ضعت تقف وتسأل على الطريق، أول واحد يقول لك امشي على اليمين، والثاني على اليسار، في الأخر واحد يوريك ثنية في الخريطة ويقول لك يلزمك تمشي طول. شكون باش تصدق؟ الكتاب المقدس هو كيما الخريطة هذه، يقول لنا أنه هو الدين اللي يوصل للسعادة اللي يوعد بها ربي. ما علاش فما برشا معتقدات عكس بعضها؟ مثلا برشا أديان تعلم اللي بعد الموت الروح تبقى حية وتطلع للسماء عند ربي، وفما أديان أخرى تعلم اللي الروح تتولد من جديد في جسم إنسان آخر، ولا حيوان، ولا نبات. وهذه حاجة من الحاجات المتناقضة بين الديان. ما لا نجموش نقولوا اللي الديان الكل تعلم في الحقيقة؟ حسب الكتاب المقدس اللي هو كيما الخريطة، الموتى ما عادش يعرفوا شيء، ويعلمنا زادة اللي باش يجي وقت وربي يقيمهم من الموت، واللي يطيعوا ربي باش يعيشوا على الأرض للأبد. مدام الكتاب المقدس واضح بالنسبة للموضوع هذا، ملا أكيد هو واضح كي يحكي على حاجات أخرى كيما تصرفاتنا. بالك شي عنا دين أما كان ربي ما تعجبوش تصرفاتنا،
دينا كي بيكي بلاش. الكتاب المقدس يعلم اللي في وقتنا هذا برشا ناس باش يكونوا ما يعرفوش يضبطوا رواحهم، متوحشين، ما يحبوش الخير. أما يقول زادة اللي المؤمنين الحقيقيين باش يكونوا ناس ما يلوتوش على العرك، يشدوا لسانهم ويضبطوا رواحهم. الكتاب المقدس ما يعلمش اللي ربي راضي على برشا ديان، يعلم اللي ما فما كان دين حقيقي واحد. الدين الحقيقي يعاونك باش تكون قريب من ربي وتتمتع في المستقبل بالحياة الأبدية. ممكن تسأل، علاش ربي يخلي الشر والعذاب؟ يا هو ما حبش البشر يتعذب، بالعكس وقت اللي خلق آدم وحواء حبهم يتمتعوا بحياتهم على رب. أما الشيطان اللي هو ملاك متمرد قال اللي ربي كذاب وأثر على آدم وحواء باش يتمردوا على سلطة ربي. آدم وحواء اختاروا باش يسمعوا الشيطان وما يطيعوش ربي، واختاروا باش يقروا وحدهم شنو الخير وشنو الشر، وهكا تمردوا على يهوى. زعم الشيطان كان عنده الحق؟ زعم البشر ينجموا يحكموا رواحهم برواحهم ويخليوا ربي على الجنب وينجحوا؟ كان لازم يتعدى وقت باش يتعطى الجواب على الأسئلة الخطيرة هذه. ناخذ مثال، تلميذ متمرد يقول للأستاذ يعلم بطريقة غلطة ويقول اللي هو يعرف طريقة خير من أستاذ. البعض متلامذة يصدقوا التلميذ المتمرد هذا ويتمردوا زادة. شنو هو يلزم يعمل الأستاذ؟ عنده الحق باش يسكت التلامذة المتمردين، أما كان يعمل هكا أش باش يقولوا عليه التلامذة الأخرين؟ بلكش ما عادش يحترموا الأستاذ ويقولوا للأستاذ غلط وخايف للتلامذة يفيقوا بغلطه. تصور الأستاذ يخلي التلميذ المتمرد يجرب طريقته هو قدام التلامذة، هكاك الكل هم ينجموا يشوفوا شكون بالحق ينجم يعلم. يهوى تصرف كيما الأستاذ هذا. وقت اللي الشيطان تحدى يهوى كانوا فما ملايين من الملايكة يشوفوا شنو اللي صاير. كان يهوى قضى على المتمردين، راهم الملايكة في السماء والبشر على الأرض قالوا للمتمردين على حق. هذاك علاش يهوى قرر باش يخلي الشيطان يحكم العالم فترة من الوقت. حكم الشيطان ما جاب كان المشاكل والعذاب، أما كي يظهر بالواضح اللي يهوى هو الوحيد اللي عنده الحق والقدرة باش يحكم، وقتها يهوى باش يحل مشاكل الكل اللي صارت في جرة التمرد متاع الشيطان. ووقتها ما يبقى في الأرض كان الناس اللي يحبوا يطيعوا ربي. وتوا دوب ما نتعلموا الكلام نبداو نسألو، علاش السماء زرقاء؟ النجوم باش معمولة؟ علاش تقع المصايب؟ كيفاش جينا للدنيا؟ علاش فما الموت؟ البشر يحاولوا بكل جهدهم باش يلقاو أجوبة، والمعلومات عمرها ما كانت موجودة ومتوفرة كيما اليوم. أما الأسئلة المهمة على الحياة، على الألم والموت، مازالت التو بلاش جواب. زعما وين نلقاو الأجوبة؟
تعرفش اللي هي عندها برشا من اللي تكتبت في الكتاب المقدس؟ برشا ناس يقولوا الكتاب المقدس محبي بالخرافات القديمة. فات وقته ولا صعيب باش تفهمه؟ زعم المشكلة وين؟ في الكتاب المقدس؟ ولا في الفكرة اللي اخذتها الناس عليه؟ برشا يظنوا اللي الكتاب المقدس يقول اللي ربي سيطر على العالم. زعم هذا صحيح؟ العالم اليوم الكل فوضى وعنف، مليان بالحزن والعذاب، بالأمراض والموت، بالفقر والكوارث. يعقلش إنه إله يحبنا يتسبب في الشيء هذا الكل؟ بالك تتفاجأ كيف تسمع إيش يقول الكتاب المقدس. هو يقول العالم كله تحت سلطة الشرير، يعني الشيطان. معناتها إلي العالم هو لعبة بين يدين قوة شريرة هي المسؤولة على المشاكل اللي فيه. هذاك علاش احنا البشر مهما حاولنا ما نجموش نحلوا مشاكل العالم. اما في الكتاب المقدس فما خبر يفرح، يفهمنا اللي الامور مش باش تبقى كما هي. هو يقول لنا علاش نعيشوا ايام صعيبه، كيفاش ربي باش يبدل هالاحوال، وكيفاش نجموا تويكا نتحملوها. الكتاب المقدس يعطي أجوبة مقنعة على الأسئلة المهمة هذه البرشة ناس يتعدوا بالملايين. تحبشي أنت زادة تعرف الأجوبة؟ المعلومات عمرها ما كانت موجودة ومتوفرة كما اليوم. أما فما أسئلة مهمة مازالت بلا جواب. كيفاش جينا للدنيا؟ علاش فما مصايب؟ علاش فما الموت؟ برشا ناس يظنوا اللي ربي يسيطر على العالم. تويج منه هذا؟ العالم اليوم داخل بعضه. بلكش تتفاجأ كي تسمع شي يقول الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يعاون في ملايين من الناس باش يلقاو أجوبة على الأسئلة المهمة على الحياة. تحبش انت زادة تعرف الأجوبة هذه؟ أكثرية الأديان تعلم اللي الروح متاع الإنسان تبقى حية بعد الموت. أما شنو يعلم الكتاب المقدس؟ ربي خلق الإنسان الأول آدم من التراب وعطاه الفرصة باش يعيش للأبد. أما آدم اختار باش يتمرد على ربي. يا أخي ربي قال له باش ترجع للتراب، يعني اللي آدم ما عادش باش يكون موجود. وشنو صار للي ماتوا بعد آدم؟ وقت اللي سيدنا عيسى سمع اللي صديقه لعازر مات، ما قالش اللي لعازر طلع للسماء، قال صديقنا راقد. شنو يقصد؟ وقت اللي واحد يغطس في النوم ما عاد يعمل حتى شيء وما يحس بحتى شيء داير بيه. كيف وقت اللي واحد يموت ما يحس بحتى شيء؟ الكتاب المقدس يقول اللي كيما نجم نقوم من نوم عميق نجم نقوم من الموت. هذا اللي عمله سيدنا عيسى مع صديقه لعازر. لعازر كان عنده 4 أيام من اللي مات. كان جات الروح متاعه بقات حية وطلعت للسماء. زعم سيدنا عيسى يجبر لعازر باش يخلي السماء ويرجع للأرض؟ لا، لعازر كان راقد في القبر وسيدنا عيسى قيمه من الموت وراجعوا لعائلته. الكتاب المقدس يوعدنا اللي باش يجي نهار وبرشا من اللي ماتوا باش يقوموا من الموت
كما صار مع لعازر. سيدنا عيسى تكلم على الوعد المزيان هذا وقت اللي قال اللي يوري إيمانه بيا حتى كان يموت يرجع يحيى. ممكن كوكب الأرض اللي عايشين فيه معبي مناظر طبيعية ياسر حلوة توقف المخ. علاش ربي خلق الأرض مزيانة كيما هكا؟ حتى كي تغزر من الفضاء ما تلقى حتى شي روعة كيفها. مثلا ربي خلق كمية كبيرة من الماء على الأرض، وحط الأرض بعيدة على الشمس بالضبط كيما يلزم، وعملها تدور بالسرعة اللازمة. ربي خلق زاد القمرة باش الأرض تقعد ميلة كما يلزم، وهذاك علاش عنا أكثر من فصل في العام. وخلق زاد حيوانات ونباتات أنواع وأشكال. أما علاش ربي خلق الأرض مزيانة كما هكا؟ على خاطر حبونا آدم وأمنا حواء يعيشوا فرحانين في بلاصة رائعة، وحبهم يعيشوا هما وصغارهم على طول للأبد، ويردوا الأرض كلها جنة على شرط يطيعوه. هذاك علاش ربي خلق الأرض. مالا شنو اللي صار من بعد؟ علاش الأرض اليوم ماهيش جنة؟ الشيء اللي حسن اللي آدم وحواء اختاروا باش يعصيوا ربي، هذيك علاش بشوية بشوية شابوا وفي الاخر ماتوا ومشات علينا الجنة. هذا يعنيش اللي ربي بدل رايه بخصوص مشروعه للأرض؟ تخيل مثلا بو بنا دار مزيانة والبو هذا خلى ولده يعيش فيها على راحته، أما ولده ما راش بمزية بوه، ما تلاهاش بالدار وهلكها. زعما شنو باش يعمل هالبو الحنين؟ يجي منه يقوم يطيح الدار اللي بناها؟ بتبيع عليه أما يصلح الدار ويعطيها لواحد آخر من عائلته، واحد يعرف قيمة الهدية هذه. كيف كيف حتى كان آدم معرفش قيمة الهدية اللي عطاها له ربي، الكتاب المقدس يفسر لنا اللي ربي ما بدلش مشروعه بخصوص الأرض. المشروع متاع ربي مازال هو بيده، ربي باش يرد الأرض الكل جنة باش نعيشوا فيها فرحانين للأبد من غير ما نمرضوا ولا نتعذبوا. وقت اللي كان عايش على الأرض سيدنا عيسى حكى خاصة على مملكة ربي. التلامذة نتاعو عندهم مئات سنين وهم يصليوا باش المملكة هذه تجي. أما شنية هي المملكة متاع ربي؟ مملكة ربي هي حكومة، كل حكومة عندها رئيس، بلاصة تحكم منها، بلاد تحكم عليها، قوانين ومواطنين. والشيء اللي حزن اللي أكثرية الحكومات ما توفرش الحاجات اللي يستحقولها المواطنين متاعها، وما تخمم كان في مصالحها. وبالعكس مملكة ربي يحكم فيها أحسن حاكم سيدنا عيسى، وربي هو اللي اختاره باش يولي ملك. وربي يختار زادا شكون باش يحكم مع سيدنا عيسى. الحكومة هذه تحكم من السماء، وربي هو اللي يعطيها السلطة والحق باش تحكم. المملكة هذه باش تحكم على الأرض الكل، وهكا باش يتنحى الكره والمشاكل الكل الموجودة ما بين البلدان، وكل واحد يحترم القوانين تاع مملكة ربي ينجم يولي من المواطنين متاعها.
شنية الحاجات الرائعة اللي باش تعملها مملكة ربي؟ المعجزات اللي عملها سيدنا عيسى ورات شنية الحاجات اللي باش تعملها مملكة ربي؟ مثلاً وقت اللي سيدنا عيسى وقف عاصفة قوية وراء اللي بعد ما يولي ملك باش ينجم يتحكم في الطبيعة وينحي المشاكل كيما الجفاف والتلوث، ووقت اللي عمل معجزة ووكل آلاف من العباد وراء اللي مملكة ربي مش باش تخلي حد جيعان، ووقت اللي شفى المريض والعايب والضرير واللي ما يسمعش، سيدنا عيسى أكدنا اللي بعد ما يولي يحكم على الأرض الناس الكل باش تكون صحتهم باهية برشا، ووقت اللي قيم ناس من الموت ورانا اللي هو أكيد في المستقبل باش يقيم الناس اللي ماتوا ويقضي على الموت للأبد. ممكن تسأل من اللي بدأت الدنيا مليارات من الناس ماتوا، أما فما شخص الموت متاعه مش كيما الموت متاع الآخرين، الموت متاع يسوع المسيح. علاش مات؟ علاش الموت متاعه مهمة برشا؟ باش نعرفوا الجواب يلزمنا نرجعوا لأول ما تخلق البشر. الكتاب المقدس يقول اللي ربي خلق آدم كامل يعني قادر باش ما يعمل حتى خطية ولا ذنب. ربي طلب منه حاجة بسيطة، قال له تنجم تاكل من الشجرات متاع الجنة الكل إلا واحدة برك ما تاكلش منها. الشجرة هذه تمثل حق ربي باش يقرر شنو الباهي وشنو الخايب. وقت اللي آدم كان طايع على يهوى الله كان عنده الأمل باش يعيش على طول في الجنة على الأرض، أما آدم ما قدرش قيمة الحاجات الباهية الكل اللي ربي عملها على جاله واختار باش يعصي ربي، وهكا خسر الأمل باش يعيش على طول. أما مش هو برك الضرب القرار اللي خذاه، الناس الكل اللي جاوا منه ورثوا الخطية وولاوا يموتوا، حتى بشر ما ينجم يتحرر وحده من الخطية والموت، الكل محتاجين لحد يحررهم. هذاك علاش يهوى عمل معجزة ونقل حياة واحد من الملائكة للأرض وردوا إنسان. يسوع كان إنسان كامل كيما آدم، أما على عكس آدم يسوع بقى طايع الربي، وهكا نجم يفتي بحياته برشا ناس. أما كيفاش الموت متاع شخص واحد تفيد الناس الكل؟ تصور مثلا مدير معمل كبير سرق فلوس من الخزنة، في جرة السرقة هذه المعمل فلس ورسات للمعمل يسكر، الخدامة لقاو رواحهم بطالة ما عادش ينجموا يخلصوا الفاتورات متاعهم، برشا تضروا في جرة سارق واحد. أما تصور فاعل خير كريم حن على الناس هذوما اللي تضروا، يا أخي حبي ينحي الديون ويوقف المعمل على ساقيه. كيف خلص الديون متاع المعمل عاون الخدامة الكل وعائلاتهم. آدم هو كيما المدير السارق هذايا، كيف عصى ربي ولات فيه الخطية، والخطية هي كيما ديون ثقيلة عديها الأولاد الكل. ويسوع هو كيما الراجل الكريم هذا، كيف عطى الحياة الكاملة متاعه خلص الديون اللي ورثناها من آدم ورجع للناس الكل الأمل باش يعيشوا على طول. ممكن تسأل الكتاب المقدس هو كلام شكون؟
الكتاب المقدس متكون من 66 كتاب صغير. أول مجموعة منها كتبها موسى، عنده أكثر من 3500 سنة، وعلى مدة 1600 سنة قرابة 40 راجل كتبوا باقي الكتب اللي متكون منها الكتاب المقدس. إذا كان بشر كتبوا النص، مال علاش الكتاب المقدس يتسمى كلام ربي؟ ناخذوا مثال. وقت اللي راجل أعمال يحب يبعث رسالة مهمة، في العادة يطلب من سكرتير باش يكتبها. هو يعطيه الأفكار اللي يحب يوصلها، والسكرتير يكتب الأفكار هذه في الرسالة. صحيح السكرتير هو اللي يكتب الرسالة، أما الرسالة هذه مش متاعه. كيف اللي كتبوا الكتاب المقدس عبروا عن الأفكار والمشاعر بأسلوبهم، أما الكتاب المقدس ما يتسماش كلامهم. ما له هو كلام شكون؟ الكتاب المقدس يقول الأسفار المقدسة الكل جات بالوحي من عند ربي. يهوى استعمل القوة متاعه باش يوجه تفكيرهم ويوصل لهم أفكاره. كيفاش عمل؟ كيف كان النبي دانيال راقد، يهوى وراله أحلام. وفما أشخاص أخرين كيما النبي حزقيال كانوا فايقين وقت اللي ربي يكشف لهم حاجات عظيمة. وساعات يهوى كان يستعمل ملايكة باش يوصل أفكاره، كيما عمل مع الرسول يوحنا. زعما ربي ينجم يوصل رسالته بالطريق هذه؟ اليوم الناس ينجموا يتصلوا ببعضهم حتى كان يكونوا بعاد برشا على بعضهم. وحتى الناس اللي يطلعوا للفضاء النجموا نتصلوا بيهم. إذا كان البشر وصلوا يعملوا الشيء هذا، زعما مش منطقي اللي خلقنا قادر باش يعمل أكثر برشا من هذا؟ النجم ناذقوا في الكتاب المقدس على خاطر مش كلام بشر، هو كلام خالقنا اللي يحبنا يهوى. فما شكون يقول اللي الكتاب المقدس هو مجموعة من الخرافات القديمة كتبتها ناس بحسن نية، وبالعكس الكتاب المقدس يقول اللي هو كلام ربي وربي مستحيل كان يكذب. وكان بالحق الكتاب المقدس هو من عند ربي، يلزم ما يكون كيفه حتى كتاب آخر. مثلا كي يحكي على مواضيع علمية يلزم كلامه ما يتخالفش مع العلم، وكي يقول شباش يصير في المستقبل يلزم النبوات متاعه تطلع صحيحة 100%. وكان ربي يحب يوصل به كلامه للبشر يلزم كل شخص في العالم وين ما كان ينجم يتحصل عليه، مهما حاول البعض باش يعطلوا انتشاره. زعم الكتاب المقدس هو مجموعة من الخرافات القديمة ولا هو كتاب صحيح؟ شوف أدلة أكد اللي هو كتاب متميز والنجم ناثق به. في الوقت اللي تكتب فيه الكتاب المقدس، برشا ناس كانت عندهم أفكار غلطة على شكل الأرض، وبعد ما تكتب الكتاب المقدس كانت فما نظرية تقول اللي الكون خرج من عظمة كونية واللي الأرض راكزة على حيوانات مختلفة. وبالعكس عام 1473 قبل الميلاد موسى كتب في الكتاب المقدس اللي الأرض معلقة على حد شيء. وقرابة 732 سنة قبل الميلاد النبي إشعيا كتب إلي الأرض مدورة شكلها كل كرة. الحاجات هذه اللي كتبوها كانت عكس ما يعتقدوا به برشا ناس في الوقت هذاك. 200 سنة بعد إشعيا قال الفيلسوف اليوناني بيتاغور في النظرية متاعو إلي الأرض في شكل كرة. والعلماء كما إسحاق نيوتن ما فهموا إلي الأرض ما تكون كان معلقة على حد شيء كان أكثر من 3000 سنة بعد موسى. حتى بشر لا ينجم يكشف المستقبل بدقة، أما قرابة 732 سنة قبل الميلاد
النبي إشعيا قال بالمسبق اللي راجل اسمه كورش باش يستولى على مدينة بابل القوية، يشيح النهر ويدخل المدينة من البيبان اللي باش تبقى محلولة. والتاريخ يشهد اللي النبوة هذه تمت بالتدقيق. والنبي إرميا قال بالمسبق اللي مدينة بابل هذه باش تولي كوت سحجر وما عادش تسكن بالكل. وبالرغم من الموقع الاستراتيجي متاعها، مدينة بابل ولت في الاخر كوت سحجر وبقات هكاك لتو. على مر التاريخ رجال عندهم سلطة حاولوا يوقفوا النشر والترجمة متاع الكتاب المقدس، حرقوا الناس اللي ترجموه للغات العامية وعذبوا الناس اللي قراوه. الكتاب المقدس قعد صامد قدام هجومات ما صارتش على حتى كتاب آخر، ومع هذا ولا أكثر كتاب مترجم ومنتشر في التاريخ، اتبعت منه مليارات النسخ بقرابة 2700 اللغة. الكتاب المقدس صحيح من الناحية العلمية، نبوات النجم ناثقوا فيها ومتوفر للبشر الكل، ما لا عندك أسباب مقنعة تخليك تمن اللي هو جاب الوحي من يليندرا. ربي عنده اسم شخصي؟ الكتاب المقدس يذكر أسامي متاع برشا آلهة. في وقت أمة إسرائيل كانت بجنبها شعوب تعبد في آلهة كما عشتورث، بعل ومولك. والمسيحيين في القرن الأول كانوا يعيشوا بحذاهم ناس يعبدوا في آلهة كما أرتميس، هرمس وزفس. والأسامي متاع الآلهة هذه موجودة في الكتاب المقدس، نقرأ فيه اللي فما برشا آلهة، أما فما إله اسمه موجود في المخطوطات القديمة متاع الكتاب المقدس أكثر برشا من كل الآلهة الأخرى مجموعين. كي تقرأ الترجمات العصرية متاع الكتاب المقدس تلقى فيها أسامي الآلهة الأخرى، أما اسم الإله المذكور أكثر منحي من برشا منها. في أقدم ترجمات الكتاب المقدس الاسم هذا موجود قرابة 7000 مرة. زعما شكون الإله هذا اللي تنحى اسمه في برشا ترجمات متاع الكتاب المقدس؟ الجزء الأول متاع الكتاب المقدس المعروف بالعهد القديم تكتب بالعبرانية والأرامية. بالعبرانية اسم الله متكون من 4 حروف، وكيما العربية يقراوها من اليمين لليسار. بالعربية الحروف الأربعة هذه هي يا ها واو ها. ما نعرفوش كيفاش اسم الله تنطق في الأصل، أما الأربع حروف اللي تمثل الاسم هذا نلقاوها في مخطوطات الكتاب المقدس القديمة من أولها لأخرها. والأربع حروف هذه منقوشة في برشا بلايس أخرى. وبالعربي اسم الله يتقال في العادة يهوه، وفما زادة اللي ينطقوه يهوه. فما ترجمات تذكر الاسم هذا في المزمور 83 الآية 18 وفي آيات أخرى. أما فما ترجمات كيما ترجمة العالم الجديد رجعت اسم ربي وين كان موجود في النصوص الأصلية. مادام ربي ذكر اسمه الشخصي في الكتاب المقدس قرابة 7000 مرة، هو من غير شك يحبنا نعرفه ونستعمله الاسم هذا. في الشريعة اللي بكري أعطاها ربي لأمة إسرائيل طلب من موسى باش يكتب: اسمع يا إسرائيل، يهوى إلهنا يهوى واحد. الكلمات هذه متاع الشريعة ذكرها يسوع، وهذا يدل اللي هو كان يعرف ويستعمل اسم ربي. وقبل ما يموت صلى اليهوى وقال: عرفتهم باسمك. الشخص ينجم يكون معروف ببرشا ألقاب كيما زوج، أب، مهندس، وعنده اسم شخصي واحد كيما فريد. كيف ربي عنده برشا ألقاب كيما القادر على كل شيء، الخالق، والرب، أما عنده زادة اسم واحد ما يشاركه فيه حتى إله آخر. الاسم هذا هو يهوه،
يغلط اللي يظن روحه ينجم يقرب من المعزة متاع الجبل، هي معروفة بالرشاقة والخفة متاعها. شنو السر متاع الرشاقة والخفة متاعها؟ الظلف متاع كرعيها مقسوم على زوز صوابع ينجموا يتحلوا بالقداء ويخليوها ما تطيحش. هذه يخليها تجري تنقز وتمشي تجيب مقلتها من بقايا عالية على الاخر. توصل تشد روحها من غير ما تطيح حتى كي تبدأ البلاصة ميلة برشا. العلماء حاولوا يقلدوا الظلف متاع كرعين المعزة هذه باش يعملوا صبابة سبيسيال، أما ما نشحوش بالقداء. الحصان يوصل يجري 50 كيلومتر في الساعة، واللي باهت أكثر الطريقة الرائعة اللي يستعمل بها القوة متاعه والسر في سقيه. سقيه كما الرسور، تخزن الطاقة وتسيبها وقت اللي تتهز من الأرض، وعنده عضلات في سقيه تخفف عليه الركزات القوية. المهندسين يحاولوا يصنعوا حاجات تخدم كما ساق الحصان، أما هذا مازال صعيب عليهم. وقت اللي العقاب يطير، الريش اللي في أطراف جوانحه يتقوسوا، والفورمة هذه تعطيه القوة باش يعلى أكثر بجوانح أقصر. المهندسين عملوا بحث على العصافر اللي تطير كما العقاب، وهذا عاونهم باش يصنعوا طيارات أحسن. عملوا طيارات بجوانح مقوسة في أطرافها، وهذا خلى الطيارات تتحسن ب 15%. الطيارات هذه ولات تطير لبقايا أبعد وتهز وزن أكثر وتستهلك أقل. وبعد التحسين هذا، الشركات متاع الطيران ربحت في مدة 10 سنين 7,600,000,000 لتر من الكيروزين. أما القوة متاع العقاب ما هيش كان في جوانحه، وقت اللي يهجم على حيوان على قد ما يقرب منه على قد ما يعدل العدسة متاع عينيه باش يشوفه بالقداء وهو هابط عليه. فماشي كاميرا صنعها بشر تنجم تعدل روحها بالسرعة هذه؟ برشا يقولوا ألي باهيموث اللي يتحدث عليه كتاب أيوب هو فرس النهر. فرس النهر يوصل طوله 4 ولا 5 متر ويوزن 3,600 كيلو. عظامه وخاصة سلسول ظهره قويين وصحاح، وذلوعه وجلده الغليظ يحميوه من الحجر كيف يعوم في الواد. مش لازم يكون عندك عظام صحاح كيفه باش تفهم قداشها قوية. العظام حاجة مهمة لبرشا مخلوقات، العلماء يقولوا اللي العظم معمول كيما الدالة اللي ما تتكسرش وما تتعوجش.
الحديد الموجود في الدالة يخليها تشد، والسيمان المخلط بالرمل والقريفي يخليها تتحمل الضغط. أما العظم يتحمل الضغط أكثر من أقوى دالة، والعظم خير من الدالة في حاجات أخرى. فما في البدن هرمونات تعاون العظم باش يكبر ويتقوى، والعظم ينجم حتى يصلح روحه بروحه، وهو زاد كيما العضلات، كل ما تخدمه كل ما يقوى. لوياثان اللي هو ممكن التمساح عنده جداق قوي برشا، وفما تماسيح جداقها أقوى من جداق السيد بقرابة 3 مرات، ومع هذا جداق التمساح حساس أكثر من أطراف صوابعنا، على خاطر فيه آلاف الأعصاب خارجة من قب في الجمجمة متاعه. وهكا لنثة متاع التمساح نجمة تهز صغارها في فمها بكل رقة. من غير شك صفات ربي اللي ما تتراش نشوفوها بالواضح في الحاجات اللي خلقها. فما زاد برشا دروس نتعلموها من حيوانات أخرى مذكورة في كتاب أيوب، كما الثور الوحشي، اللقلق، والنعامة. نجموا تعملوا عليها بحث في العبادة العائلية متاعكم وتشوفوا شنو تعلمكم على صفات يهوه.